صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي اهتمام بالأنساب، فهل إذا قلت أن هذا البطن أو هذه العائلة ليست من هذه القبيلة وإنما من قبيلة كذا، أو هذا البطن ليس بطن أصلي، إذا كنت متأكدا من ذلك فهل يكون هذا من الطعن في الأنساب المنهي عنه؟ هذا يجر عليك ورق من الناس إذا قلت أن ذولا ما هم من القبيلة، ذولا يقومون عليك ربما يقتلونك. فكما يقال الناس مؤتمنون على أنسابهم، اتركهم، اترك إظهار هذا الشيء لأنه يجر إلى فتنة وإلى شر. نعم.